كل جا حصار ثم تليها بلاجيك. يا الحصار ثم ولاية إنيغول أيها القائد بلاغاي. أريد كل هذه القلاع يا علي شار. لكنهم سلحوا جنودهم وضاعفوهم وقاموا بتقوية الأسوار. قلت لك إنني أريد القسطنطينية، وأنت الآن تقول إن أسوار بيزنطة السخيفة ستعيقنا. إن مفاتيح كل هذه القلاع بيدي يا بلاغاي. تقصد صوفيا؟ إنها امرأة دنيئة لدرجة أنها تبيع نسبها من أجل حماية أراضيها، وهي بانتظارك في القلعة. بماذا ستفيدني؟ سوف ندخل بضائعنا إلى كل أسواق الروم حتى أسواق القسطنطينية بفضلها، وسيفتح الطريق أمامك وأمام عساكرك عن طريق البضائع خطوة بخطوة، وسيستيقظون ذات صباح ليروا أن أسوارهم قد هدمت. صوفيا، إذا هل هي جميلة؟ بيضاء كالقمر، جميلة مثل وردة، وسامة كالأفعى. إن نقلت الأرز في الطريق الخطأ ستنقل تراب قبرك يا علي شار، هل فهمت؟ بلاغاي، أنا سأكسبك غنائم كثيرة، ستكسب من الغنائم قدرا لم ترى مثله طوال حياتك. أيها القائد، عثمان أرسل هدية للسيد علي شار. اللسان يكذب أما العين صادقة. دعنا نرى.